صباح الخير. اوكي طبعا منظري خد، انا عارفة انا لسه صاحية من النوم، صحيت اتوضيت وصليت الحمد لله، صليت الفجر حاضر، عندي وقت فراغ كبير فقلت ما اصور لكم روتين بتاعي الصبح. قولوا هاي للحباية اللي طلعت لي يوم عيد ميلادي. طبعا الشمس طلعت دلوقتي، ليتس جو. قبل اي حاجة هحط شوية مرطب على وشي وعلى ايدي، لان الفترة دي ما بحط مرطب برضو ايدي بالذات متدمرة بمعنى الكلمة. قبل ما أبدأ أعمل أي حاجة في اليوم بتاعي بكتب أنا هعمل إيه النهاردة في السكتش ده. يعني مثلا النهاردة الجمعة بكتب 3 حاجات أساسية عايزة أعملهم النهاردة، وجنبهم حاجات مش مهمة أو لو ما عملتهمش مش هيحصل حاجة، بس أهم حاجة الأولوية لازم يتكتبوا. غيرت عشان كنت حاسه ان انا خلاص بنام مش قادره، هحط شويه ميك اب كده علشان افوق، وهبلند بايدي وهثبت الكونسيلر طبعا لو شفتوا حاجه كده في الجنب دي الفرش بتاعه الرسم، وهحط شويه بلاشر كده علشان يبين ان وشي فيه حيويه شويه. و ترى حاليا انا في المطبخ وفي كميه مواعين مستنياني، بس هفطر الاول علشان بدوخ لما بعمل حاجات كتير وما باكلش، فهفطر الاول. الفطار عباره عن خياره ولانشون وطعميه، تعالوا كلوا معايا. الفتره دي بقرا الكتاب بتاع استراحه نفسيه، كتاب تحفة تحفة بمعنى الكلمة، أنصحكم كلكم فعلا أن أنتوا تقروا الكتاب ده. خلصت المواعين وقلت هنام بالظبط 5 دقايق، معرفش ايه اللي حصل، ال5 دقايق دول اتحولوا لنص ساعة. قمت من النوم، ايه ده، هو نمت نص ساعة؟ حاسة بجد ان انا ما نمتش دقيقة كاملة على بعض. المهم اللي هعمله دلوقتي اني هقعد امنتج الفيديو اللي صورته ده، واكيد همنتج بالموبايل فمش هقدر اوريكو الحتة دي، فهخلص الفلوج او الميني فلوج هنا، وبعد كده بقى هقوم اصلي وهكمل اليوم عادي. بس كده لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا من الناس اللي بتحبوا يكون عندكم روتين، ولا انتوا من الاشخاص اللي ما بتحبوش الروتين. ان الروتين على فكره مش حاجه وحشه، الروتين حاجه كويسه وبتخليك شخص منظم الى حد ما. وبس كده اتمنى تكونوا استمتعتوا في الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.